دكتور مجدي لويز، اخصائي النساء والتوليد. اهلا بيك يا دكتور، شرفتنا. دكتور، خلينا في البدايه نعرف ايه هو المرض الورم الليفي. الورم الليفي بيصيب الرحم، من يكون مشهور جدا في الوقت ما بين 30 سنه الى 45 سنه. قبل كده النسبه بتقل بالنسبه للسيدات، وبعد كده النسبه بتقل خالص، يعني بعد ال50 تبقى فيري رير او قليل، نادرا جدا لما تصيب سيده في السن ده. وهو عباره عن النسيج العضلي بتاع الرحم بيزيد مع الالياف، يبقى عضلات والياف في الرحم. بس ايه هي، هل في اسباب معينه للزياده دي يا دكتور؟ هو لغايه دلوقتي محدش عارف سببه، انما تعتبر افتراضات او نظريات. في بعض بيقول دي جايه من ناحيه الجنين، بتزيد لسبب لا نعلمه، اللي هو العضلات بتاعه الرحم مع الالياف مع الجدار بتاع الفاسكولار او الاوعيه الدمويه. بس يعني عضلات الرحم بتختلف، يعني مثلا لو حد سيده رياضيه وعضلات الرحم قويه، ولا دي ملهاش علاقه؟ يعني بقوه او ضعف عضلات الرحم ده ليه العلاقه في تكون الورم نفسه؟ هو مشهور جدا في النيجرويد، او اللي هم السيدات السود افريقيا، قليل جدا في اسيا. في ناس بترجح ان من الاكل، زي مثلا اكل الخضروات والحاجات دي بتقلله، مع اكل اللحوم الحمراء تزوده، انما دي كلها افتراضات نظريات او افتراضات. يعني لغايه دلوقتي يا دكتور مش عارفين ايه هو سبب، مجرد يعني سبب الورم الليفي ده مجرد نظريات؟ لا، في حاجه اسمها بريديسبوزنج فاكتور، او العوامل المشجعه لظهوره. اللي هي ايه يا دكتور؟ اللي هي لما يزيد الهرمون الانثوي اللي هو بيسموه الاستروجين في السيدات، لما بيزيد في السن ده بيعمل الورم الليفي. ونسبة زيادة الأستروجين بالنسبة للسيدات بتبدأ ما بين 30 و 40 أو 45، هي ساعة ما بتيجي الدورة الشهرية تبتدي الأستروجين، اللي هو بيخلي الأنثى طبيعية، يعني بيكونها كده. وهل لي أعراض يا دكتور الورم الليفي أو زيادة نسبة الأستروجين أو هرمون الأستروجين ده، بتبقى لي أعراض عند السيدة؟ هو بالنسبة في اختلاف في الدورة، في دي بتبقى المحك الرئيسي بالنسبة للسيدات، تقلقها قوي. فتيجي مثلا الدورة مرتين في الشهر، تيجي تنقطع، اللي هو الطمس. أما السبب الحقيقي نادرا ما، لغاية دلوقتي ما معرفوش. طب وجود الورم الليفي يا دكتور، يعني ما لهوش علاقة بسواء السيدة حامل أو غير حامل، ده ليه علاقة بهرمون الأستروجين؟ هو بالعكس، يعني بالنسبة للسيدة الغير حامل أو البنت، بيكون تعرضها للأستروجين أقوى، لأن في فترة الحمل البروجسترون هو اللي بيكون سائد، فبيقلل نسبة حدوثه. والست اللي هي عدد الأولاد قليل، أو اللي ما عندهاش أولاد، بيبقى نسبته حدوثها أكتر، الأورام اللي فيها فيها اللي ما عندهاش أولاد، اللي ما عندهاش أولاد بتبقى سبب إيه؟ لأن هي ما تعرضتش للحمل أو بالظبط كده. فاهم؟ البروجسترون بيزيد، إحنا قلنا في الحمل، فبيقلل الأستروجين. بالظبط زي ما حضرتك قلت. طب بالنسبه، يعني هل في اعراض معينه دكتور لو مع ظهور الورم الليفي، في بدايه اعراض او الام معينه سواء عند السيده قبل ما تتجوز او بعد ما تتجوز او اثناء الحمل مثلا؟ هو احب اطمنك ان في نسبه كبيره، 30 ل 50%، من 30 ل 35% من السيدات اللي فوق ال 30 عندها الاورام اللي فيها، وما فيش اي اعراض. ما فيش اي اعراض خالص، ولا الام، ولا بتحس ولا اي حاجه، ولا لخبطه، يعني بس مجرد اعراض ممكن هي تؤدي للخبطه في الدوره الشهريه. هو دي اول عرض. ده لسه يمكن ما ظهرش اي حاجه خالص، يعني لدرجه انها ممكن عن طريق الصدفه بتعمل سونار يظهر. وحتى في اللي هو ممكن يكون ورم واحد او عده اورام.
كلها ليفية في الرحم او في عنق الرحم. بتبقى في اماكن معينه في الرحم يا دكتور الورم الليفي ده، او ممكن كمان يصاب باماكن مختلفه غير الرحم بورم ليفي؟ نادرا لما بيبقى اكسترا يوتراين خارج الرحم، لكن احنا في الرحم نفسه بنقسمه النوع اللي هو جسم الرحم او العنق بتاع الرحم. نسبه العنق قليله جدا 4%، نسبه اللي في الرحم 95%. طب ليه نسبه يعني الرحم نسبته اكتر ان هو يصاب بورم الليفي؟ علشان مثلا البادي اكتر، قليل جدا نسبه السيرفايكال او العنق. العنق عنق الرحم ده 4% تقريبا من السيدات، وبتبقى حاجات تدي على طول علامات، وده اللي عندها في العنق ما بتديش اختلاف في الدوره الشهريه. حتى اعراض يعني عدم استمرار الدوره الشهريه او عدم انتظام الدوره الشهريه ما بيكونش موجود. ليه؟ لان الدوره الشهريه بتاتي من الجدار المبطن للجسم الرحم، دي بتتحكم فيها الهرمونات، انما عنق الرحم ده عباره عن قناه ما ممكن بقى بتدي اعراض تانية. ايه هي الاعراض التانية يا دكتور؟ بتبقى يعني عباره عن عنق الرحم بقى لو كبر هيؤثر على المسالك البوليه، ممكن على البلادر او المثانه. اما تيجي في المثانه هتلاقي في زياده كل شويه عايزه تخش حمام مثلا، ممكن تاثر على المستقيم، تدينا شويه امساك تبقى فيه، او عندها احساس انها عايزه تعمل تواليت بس مش قادره تعمل، احساس الامساك ده احساس شديد وبقى متعب. فلذلك ان اي واحده بتتعرض بتيجي عن طريق الصدفه، بعمل سونار وايه الحكايه بلاقيه. لكن ما بتظهرش اي الام في الرحم يا دكتور، زي مثلا الام اللي هي بتيجي قبل الدوره الشهريه، ما بتظهرش اي الام خالص؟ ده سؤال وجيه. هي لما هو بقى نتكلم عن انواعه، في انواع في الرحم ثلاثه، يا اما الغشاء المبطن يبتدي يظهر عباره عن اللي هو اولا حجمه بيبقى من اول الحبايه بتاعه الفاصوليا لغايه ما بيوصل لغايه حجم العيل. يعني ممكن يوصل لحجمه كبير جدا كده بس ده على مدار سنين طويله يا دكتور، ما هو ولا كل شويه بيهنوا وبس؟ هو حميدي مفيش حاجه، يعني ممكن بالكشف الكلينيكي على البطن اشعر ان في ورم، لازم اعرف دوت من جاي من الورم ده، جاي من البطن ولا جاي من الرحم بالظبط ايه. فاي دكتور بيعرف يبتدي يمسكه كده ويشوفه. وهي السونار يعني يعتبر انجاز بالنسبه لل يقدر يشخص مكانه وحجمه ومكانه. وفي كمان الام ار اي، لو انا ما لو كان كبير او شاكك في حاجه بعمل ام ار اي يطلعه لي بالظبط. طب حضرتك قلت ان هو ليه انواع، اول نوع حضرتك ذكرته، ايه هي الانواع الاخرى؟ الشيب بتاعه بيجي يا اما في التجويف البطني، يا اما في العضلات نفسها انترستيشيال، يا اما عضلات البطن نفسها ولا عضلات الرحم نفسها. فعضلات الرحم نفسه، وده نوع غالب. في نوع منتشر اكتر؟ في نوع. ليه طيب منتشر اكتر يا دكتور؟ عشان احنا قلنا هو بينمو منين؟ من ثلاث حاجات. اللي هو الخليه العضليه والالياف ومعاها الشعيرات الدمويه والحاجات اللي بتغذيه. فده بيبقى ايه؟ وبياخد شكل الكوره تقريبا، او شكل هو الكوره. بره الرحم دي ممكن بتبان، وبعد ما بيبان برضو ممكن باللابروسكوب او منظار البطن اعرف اللي بره الرحم، بشوفه واعرفه واحدده. يعني اللي بره الرحم يا دكتور ما بيظهرش بالسونار؟ يظهر بالسونار برضه. لكن هو بيكون ملتصق بالرحم. فما بدخل منظار اعرف مكانه واحدده، لانه بياخد عنق كبير احيانا، لانه طبعا هيكون فري شويه. بالنسبه للي جوه البطانه بتاعه الرحم وابتدى يظهر،
ممكن بالهيستروسكوب زائد برضو الالتراسونيك المنظار مع السونار. ودول كمان بستخدمهم في العلاج، لو كان صغير ممكن بالهيستروسكوب اشيله عن طريق المنظار، على المنظار الرحمي من تحت. اما المنظار اللي هو عن طريق البطن اشيل اللي فوق ده لو حجمه اكبر. لو مكانه، لو مكانه مكانه من بره ده سهل ان انا اشيله من البطن، انما اللي من جوه هشيله من جوه برضه. يعني مكان الورم الليفي يا دكتور بيحدد ايه هي الطريقه اللي هنستخدمها عشان نقدر نشيل الورم الليفي ده من المكان نفسه؟ طبعا، سواء بالمنظار او بال حضرتك قلت الطريقه اللي بنشيل لو هو في وحجمه. وحجمه لو كان حجمه كبير وانترستيشال يعني في الوسط العضلات بتاعه الجدار الرحم، لابد ان انا اتدخل جراحيا لان المنظار مش هيجيبه بقى. وحضرتك برضو هرجع للسؤال اللي هو كان، هل بيسبب الام زي الام اللي هي ما قبل الدوره الشهريه ولا على مدى يعني هل في مرحله معينه يعني لما يكبر شويه او حجمه يكبر شويه دي المرحله اللي ممكن السيده تحس بيها الام؟ تحس، لان لو كان مكانه برضو قلنا لو كان جوه تجويف الرحمي هتشعر المصابه بهذا انها في حاجه بتتعبها في البطن من تحت او الحوض، الام في الحوض. وفي كمان لو كان هو كبير قوي ضغط على حاجه هتسبب الام. هتسبب الام. طب بياخد وقت قد ايه يا دكتور لو حضرتك قلت ممكن ان هو في البدايه يبقى عباره عن حبايه صغيره جدا ومع الوقت ان هو ممكن يوصل لحجمه كبير جدا، بياخد وقت قد ايه؟ بتختلف بقى، عشان احنا قلنا ان المتهم فيه اللي هو الاستروجين، وبعدين بتيجي للسيده السمينه شويه لان هي بتكون عندها افرازات للاستروجين كتير، فلما بتكون نحيفه او معتدله بتبقى الاستروجين ما عندوش. تاني حاجه ان وجدوا ان الاستروجين ريسبتور او مستقبلات موجوده في هذا الورم. طب بالنسبه لما عدينا بمراحل النمو للورم الليفي لو كان في بدايته ممكن نستنى عليه ما يبقاش اي مضاعفات، ولا اول ما نكتشف الورم الليفي بمجرد حجمه صغير لازم يتم تدخل جراحي؟ لا، ما انا هقول لحضرتك الورم الليفي مكانه وما فيهوش اعراض بتابعه. بتابعه بس بالسونار. مكانه فين اللي هو ممكن نبقى مطمنين؟ اي حته بس ما يجيبش اعراض. في اي حته بس ما يجيبش اعراض. اعراض ست ما تشتكيش من حاجه خلاص، لا لخبطه في الدوره الشهريه منتظمه ولا الام ولا اي حاجه، يبقى مفيش مشكله اتابعها بس اقول لها كل ست شهور نعمل سونار بس. وممكن فعلا دكتور السيده تستمر بيه مدى الحياه وما يسببش اي مضاعفات او الام ما دام السيده ما بتشتكيش من اي حاجه؟ لا، يعني هتعيش بيه. ده في كمان حاجة طبيعية جدا، ان هي بعد قطع الطمس فتره قطع الطمس هو بيحصل له دمور، انكماش ودمور بعد انقطاع فتره الطمس. لو كان كبر ممكن اتدخل بقى بحاجه طبيه، برضه بستخدم البروجسترون نفس النظريه او مهبطات الاستروجين بتجيب نتيجه. ده قبل التدخل الجراحي؟ ممكن انا بستخدمه قبل التدخل الجراحي عشان ينكمش وسهل ان انا اشيل. دي عباره عن العلاج بهرمونات يا دكتور، دي اللي بتخليها يقلل حجم الورم الليفي، وهنشوف بعد كده هل بنحتاج تدخل جراحي ولا لا. بالظبط كده زي ما حضرتك قلت. طب لو ما استجابش يبقى خلاص لازم يعني نلجا للتدخل الجراحي؟ ممكن لازم ندخل جراحيا طبعا. والجراحه بتنقسم هي الست ايه وضعها بالنسبه عايزه حمل، عايزه بيبيز، ولا مش عايزه حمل، سنها دي مهمه جدا. يعني في حاجه اسمها مايوميكتومي اشيل الورم نفسه، دي عايزه حمل فلازم ان انا احفظ لها على الرحم. لان وقت لو دخلت في عمليه جراحيه قبل ما السيده تحمل ممكن تؤدي لمضاعفات، ان هي ممكن يحصل مشكله في الرحم نفسه اثناء العمليه. كل عمليه ليها طبعا مضاعفاتها ومعروفه، لكن افرضي واحده ست
مش عايزه خلاص الاسره بتاعتها اكتملت. فانا ما هشيل الرحم، ده العلاج الايديال. بلجا اليه امتى؟ واحده عندها 45 سنه، عندها 5 6 عيال، بعد ما خلاص جابت خلاص اولادها واكتفت، يبقى انا هشيل الجمل بما حمل كده. ودي ودي دايما تيجي تشتكي برضو بالنزيف، فانا منع نزيف نزيف نتيجه لوجود الورم الليفي. الورم الليفي فبضطر ان انا اشيل الرحم، ودي الايديال بس في 45 سنه. لكن واحده لسه ما اتجوزتش او لسه بدايه عايزه بيبيز اطفال، أو طبعا اطفال طبعا، بنعمل ايه؟ بنشيل الورم ونحافظ على الرحم الا اذا كان حجمه صغير. في حاجه اسمها بيطلع عباره عن بوليب صغير كده زايده، ان انا بشيله يا اما بالهيستروسكوب المنظار واحلله مفيش مشاكل. ولو كان صغير ومن بره بشيله باللابروسكوب ومفيش مشاكل. لكن امتى اتدخل؟ لما يكون في عرض والست عايزه ايه بالظبط وسنها وسنها طبعا لو عايزه اطفال او لا. طب دكتور، لو يعني حصل تدخل جراح او شلنا بالمنظار، ممكن يرجع الورم الليفي مره تانية؟ حدوثه ممكن لاسباب، يرجع بقى يعني في نفس المكان ولا في اماكن مختلفه؟ لو كان السبب الرئيسي الاستروجين عالي برضه ممكن يرجع في اي حته تانية. وممكن ان الجراح مهما شال فضلت حته صغيره يكبر تاني، يرجع مره تانية ريكارنت. صار ريكارنت. وفي الحاله دي برضه بنرجع يحصل تدخل جراحي او منظار ولازم ان احنا نتخلص منه؟ ولا حسب برضه هي السيده عايزه ايه؟ لا، ما هي برضه يعني ممكن اعمل عمليه ان انا اشيل الورم ده مرتين. وبعدين في دلوقتي الحديث ان بيوصلوا بقسطره لغايه الشريان اللي بيغذي الورم وبيحقنوه ماده توقف التغذيه، فبيحصل له انكماش او ضمور. دي موجوده، دي الحديثه يعني. طب دكتور، لو كان الورم الليفي يعني اكتر من ورم ومنتشر في اماكن مختلفه، دي يبقى يعني ايه هو العلاج الامثل ليها؟ ان احنا هل نبدا بادويه الاول وبعد كده نبدا بعد كده نلجا لتدخل جراحي، ولا بتبقى ايه هي الطريقه الافضل؟ ما هو منتشر في حدود الرحم، اشوفه فين مكانه وحجمه ووضعه والست عايزه ايه. يعني مثلا لو كان واحد وكبير حتى من بره اشيله من بره من السيرفس من السطح الخارجي للرحم اشيله مفيش مشاكل، وتخلف ومفيش مشاكل. لو كان جوه وصغير اشيله، لان ساعات الورم ده يبقى بيضغط على شكل الرحم، فلذلك الست لما تحبل حتى ممكن يحصل اجهاض، لان الرحم شكله متغير طبعا، فيحصل اجهاض لهذه السيده. يعني السيده يا دكتور لو حامل، الحاله الوحيده اللي ممكن تاثر على الجنين هو يحصل اجهاض للجنين نفسه. طبعا بس ده في حالات معينه بتعتمد على حجم الورم نفسه ومكانه. ومكانه بالظبط، ومكانه يعني مكانه لو كان اللي هو في الغطاء المبطن للرحم طبعا بيحصل اجهاض. ومفيش اي طريقه اخرى ان احنا نحافظ على الجنين في وجود الورم الليفي ده؟ ما في ناس بتكمل الحمل عادي وتولد عادي مفيش مشاكل. بس في طبعا احيانا لو كان لسه الورم الليفي ده موجود في عنق الرحم هضطر ان انا اعمل قيصريه. لان العيل مش هيقدر ينزل، وبعدين غلط ان ايه هتفتح وهتنزف، وخاصه ان الورم بتاع عنق الرحم ده بينمو بسرعه لانه بيتغذى من دم جاي له كتير. فبالتالي هتضطر ان هي تعمل قيصريه لو الورم موجود في عنق الرحم. هل بيبقى ليه اي مضاعفات يا دكتور لو الورم عموما موجود يعني والسيده حامل، مضاعفات للسيده على السيده الحامل او مضاعفات على الجنين نفسه؟ في مضاعفات بالنسبه للسيده. ممكن كبير، لو كان كبير هيأثر على شكل الجنين فبيحصل له تشوه. لو كان جوه برضه يحصل له تشوه وينزل، ده واحد. بس هينزل مع من رحمه ربنا صح سبحانه وتعالى ان هو الطفل اللي مش مظبوط
بيحصل اضهاد فالناس بتزعل. لا هو ربنا بيرحم. مش رايد طبعا، اكيد في أهله. سبب معين طبعا. اما بالنسبه للعمليات ديت بنحددها سنها عايزه ايه، وبعدين في كمان انها بتسبب عقم بس مش دائم، بعضها بيسبب عقم يعني. بس ده لو كانت الورم الليفي موجود في مكان معين برضو. بيبقى مكانه ايه؟ هو فين؟ حضرتك عارفه ان في قناه فالوب من الشمال ومن اليمين من طرفين، لو كان مسددهم او مقصر عامل لهم ضغط عليهم فمش هيقدر يحصل وصول الحيوان المنوي للمكان اللي بيحصل فيه التبويض. الاندماج اندماج البويضه مع الحيوان المنوي. فدي مش هت، ولما اشيله يبقى في نسبه كبيره انها ممكن تحمل. بتبقى النسبه قد ايه يا دكتور؟ حوالي 30%. 30% بس. برضه في الحاله دي بتلجأ لادويه معينه تساعدها على الحمل ولا بتلجأ بس بتسيبها كده؟ لا بنتدخل. بنتدخل طبعا اسيستنت بنساعدها، بس اهم حاجه بنظبط لها هرموناتها وبنظبط لها ميعاد التبويض بتاعها وبنمشي في الاجراءات العاديه ديت ونشوف. وخاصه انها بتكون مثلا بقى لها 3 4 سنين ونفسها في عيل، متجوزه ونفسها في عيل. الورم الليفي يا دكتور ده حضرتك ذكرت ان هو مرض حميد. ايوه. طيب هل ممكن يتحول لمرض خبيث؟ نسبة يعني 2 من 10 في الألف يعني نسبة ضئيلة جدا. بتبقى أسباب معينة ممكن اللي هتخليه يتحول لمرض خبيث؟ لا ما غير معلومة برضه. مش معلومة ليه دي مش أسبابها مش معروفة لغاية دلوقتي. دكتور مجدي بشكرك لوجودك معانا وشرفتنا. أنا أشكركم وأشكر ضيافتكم وربنا يوفقكم دائما. الله يخليك، شكرا جدا.